إسرائيل توافق على إدخال المساعدات لقطاع غزة، وبايدن يعلن تقديم الولايات المتحدة مساعدات للقطاع. ولكن كالعادة عقب هذه التصريحات قام الاحتلال بشن حزام ناري على قطاع غزة. آخر مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية من خلال هذه التغطية. بالفعل انتصرت مصر على إسرائيل وتم الموافقة على إدخال المساعدات لأهل غزة، فبعدما أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل عن عدم فتح مصر لمعبر رفح، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة، رد مصدر سيادي على هذا التصريح وقال إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في قطاع غزة، والتصعيد سيقابل بتصعيد، ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية. وتراجعوا بالفعل عن هذا القرار، وأعلن الرئيس الأمريكي في خطابه الأخير خلال زيارته لتل أبيب اليوم موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح المصري. قال أيضا إن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة، ولكن يجب ضمان وصول المساعدات للمدنيين وليس لحماس. أشار أيضا إلى أنه طلب من الحكومة الإسرائيلية فتح المعابر، وقال أيضا إن واشنطن ستقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية أيضا. لكن في الوقت نفسه قال إن أمريكا ستقدم لإسرائيل أحدث الأسلحة للدفاع عن نفسها. نوه أيضا أنه لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملوا على إقامتها وسيستمرون في الوقوف بجانبها، ونوه أيضا أن الهجوم على إسرائيل أقوى من أحداث سبتمبر، وأنه سوف يقوم أيضا بحث الكونغرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل بشكل عام. من جانبه أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يتم منع مصر من إيصال المساعدات للمدنيين في جنوب قطاع غزة بالفعل. ولكن بعد دقائق من انتهاء زيارة بايدن اليوم لتل أبيب، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وقام طيران الاحتلال الإسرائيلي بشن قصف وغارات على مناطق متفرقة في غزة وخان يونس أيضا. وجاء في روسيا اليوم أن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي تشن الآن حزاما ناريا بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ، وتسمع أصوات الانفجارات من مناطق في جنوب القطاع. ومن جانبها كشفت وسائل الإعلام الفلسطينية عن أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والإصابات بعد قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وكما أعلنت وكالة معا الفلسطينية أن طيران الاحتلال شن غارات على تل الهوى غرب غزة واستهدف منازل في محيط الكلية الجامعية وأيضا محيط مسجد صلاح بدوي. وبدأت بالفعل الصنابير في قطاع غزة المحاصر تجف، ويسارع السكان لإنقاذ كل قطرة مياه مع وصول النقص إلى نقطة الأزمة. وأيضا أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أنه لم يعد لديها أي ماء أو طعام لتقدمه لأهالي قطاع غزة. أمس قالت إن خطورة نقص المياه في غزة تتزايد مع دخول القطاع في يومه العاشر من الحصار الكامل من قبل إسرائيل، وأنهم بالفعل يخشون حقا من أن ينفد الماء لديهم، فالناس يعانون من الجفاف وخاصة الأطفال، ولم يسمح بدخول أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من أسبوع مع نفاد المياه لنحو مليوني شخص، وأصبحت مسألة حياة أو موت كما قالت واحدة من سكان القطاع كانت قد فرت من شمال غزة مع عائلتها الأسبوع الماضي قبل التهديد بالغزو البري الإسرائيلي، وتعيش الآن مع أقارب لها في الزويدة بوسط غزة. إن عائلتها قامت بتقنين الإمدادات مما يسمح لها فقط بربع جالون من مياه الشرب يوميا. أشارت أيضا أنها لم تستحم منذ 4 أيام. من جانبها وبجانب مشكلة الإمدادات أو إمدادات المياه، هناك نقص أيضا في الوقود والكهرباء الذي يغذي مضخات المياه إلى مراكز المعالجة، ويأتي حوالي 10% فقط من مياه غزة من إسرائيل. من جانبه طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بوقف فوري للحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة. أكد أيضا أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سيراها كإعلان حرب، ولفت أيضا لأن مؤشرات الحرب
ذاهبة لما هو أسوأ، وإن حدث الهجوم البري ستكون الكارثة أكبر. قال أيضا إن الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من الأوكرانيين، ويجب تطبيق القانون على القضية الفلسطينية. أشار أيضا إلى أنه لا سلام ولا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة. وكان قد أعلن بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أعلن أيضا سيادته رفضه التام لما يرتكبه الكيان الصهيوني ضد المدنيين الأبرياء، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف ما يحدث في غزة. وقال سيادة الرئيس إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، وأن الوضع الحالي قد يخرج عن السيطرة وتوسيع رقعة الصراع. أشار أيضا إلى أن المواجهات العسكرية والتصعيد العسكري في قطاع غزة، والذي أودى بالفعل بحياة المدنيين من الجانبين، ينذر بخطر كبير، وشدد على ضرورة تحقيق الأمن في الشرق الأوسط، مؤكدا أن ذلك ينعكس على القارة الأوروبية. من ناحية أخرى، قام مجلس الشيوخ بعقد أول جلسة طارئة اليوم لمناقشة تداعيات تلك الحرب لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أراضيهم أو أرض وطنهم. وأكد أيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس أنه يدين هذه الحرب ويعتبرها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، وخلفت الآلاف من الشهداء والجرحى من الأطفال ونساء وأشيوخ، كما لم ترحم المرضى أو الجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة، فقتلت وجرحت المئات، مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل. فضلا عن أن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية، ودعا المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها. دعاهم أيضا للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها بالفعل أهالي القطاع. أيضا دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وفي حماية الأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين ولن ينجو منها أحد. أعلن أيضا مجلس الشيوخ تأييده ودعمه لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة، ودعم أيضا الشعب الفلسطيني. وأخيرا طلب رئيس مجلس الشيوخ الشعب المصري بكل طوائفه بالتكاتف صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة. لهنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.